طلع اذا الان عندي بدي استعمل اضطر استعمل تو بريدجز هذا صار الفور بريدج او البوزيتيف بريدج راح يعطيني بلس هون ماينس هون انا هون راح اعكس بريدج تاني نفس هذا البريدج راح اعكسه هذا راح يعطيني ماينس بلس طبعا مهم جدا هذول اعمل انيبل وديسيبل فاذا كان عندي هون درايفنج سيركت الساين شو هو عكس ايش هو عفوا؟ الساين الثاني اه الساين اللي هون راح يعطيني راح يكون معكوس فلازم اعمل هلا هون بدي اعمل اذا هاي انيبل وهاي انيبل لازم يكون عندي هاي من هون اوكي ماشي ولازم اتاكد انه الكرنت نزل لزيرو كمان لازم اعمل هون كرنت سنسر كرنت ترانسفورمر بكون هون وبعدين بسال هون هل هو ايكوال تو زيرو هذا راح يسمح للتشينج اوفر يصير من بريدج لبريدج هذا راح يعطيني الفايرنج بالسز 1 2 3 4 5 6 اللي راح يروحوا على البريدج هذا وهذا بريكنج وهذا راح يعطيني الدرايفنج وراح يطلع منه كمان 6 بالسز اللي راح يروحوا على 6 اس سي ار اللي موجودين هون وهذا الدرايفنج اذا صار عندي هذا بيعمل ال 6 فايرنج بالسز هذا بيعمل 6 فايرنج بالسز السينكرونايزيشن راح يدخل على هذا ويدخل على هذا بنفس الطريقه والفايرنج انجل نفسها كمان راح تدخل على التيمبل نفس الفايرنج انجل راح تدخل هون راح تدخل هون والسينكرونايزيشن نفسه كمان راح يكون عندي ار اس و اس تي و تي ار راح يدخل هون وكمان السينكرونايزيشن راح يدخل هون ار اس اس تي تي الاختلاف الوحيد صار وين؟ Enable. في الانيبل ما بصير اشغل التو بريدجز مع بعض لازم يشتغل واحد من البريدجز او يشتغل البريدج الثاني هلا اذا بترجعوا للدائره تبعتكم لما كان عندي ار اي احنا كنا نحكي بقيم ار اي من 0 ل 1 مضبوط؟ هلا راح تصير عندي قيم ار اي من ماينس 1 ل 1 1 اذا كانت ار اي من ماينس 1 ل 0 معناها ايش لازم اعمل؟ بريكنج وإذا كانت ار اي من 0 ل 1 بدي اعمل رايك فهلا بدنا ناخذ الساين تبعت ار اي الساين تبعت ار اي راح تقرر لي لازم اعمل درايفنج او بريكنج مضبوط وهي اللي راح تشغل هذا البريدج او تشغل هذا البريدج من هنا لما بشغل هذا البريدج بقدر اشتغل في الكوادرنت الثالث او الرابع لما بشغل هذا البريدج بقدر اشتغل في الكوادرنت الاول او الثاني وهي هي هاي الامبلمنتيشن تبعت فور كوادرنت اوبريشن الخطوه اللي بعدها في الموديل تبعنا ايش بنعمل بدنا نطور هذا اللي بنيناه من هون بحيث انه يصير تنين او بعمل واحد ثاني منه بعملهم بعدين انترلوكينج